لكن نقول إن الزوجة إذا افتقر زوجها أو قصد الإضرار بها من جهة عطيتها، من جهة الطعام والشراب أم لا، نقول لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون فقر الزوج فقرا مدقعا، يعني أنها تتضرر من جهة مطعمها فتجوع وتعطش وتعرى، فإنه يجب عليها على الزوج أن يطلق ويتأكد في حقها، ومنهم من يوجب عليها طلب الطلاق. ويستدل بذلك بما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فإذا أضر بها من جانب طعامها أو شرابها أو كسائها فلها أن تطلب الطلاق، ولكن في هذه الحال نقول إذا كان فقره في ذلك شديدا فأضر بها من جهة الطعام والشراب والكساء فتجوع وتعرى، فهذا يجب عليه أن يطلق، ولها أيضا أن تطلب الطلاق. إلا في حالة واحدة كأن يكون في البلد فيها التي هي فيها فقر عام، كعام سنة تلحق بأهل البلد أو بلدان المسلمين، فحينئذ هي إسوة بغيرها من الناس. الحالة الثانية أن يكون فقر الزوج في ذلك لا يدعو إلى الجوع، ولا يدعو أيضا إلى التعري، إلا أنه ينقصها عن قدر الكفاية فسد الجوع شيء والشبع شيء آخر. فهل لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحال أم لا؟ نقول إنه يستحب لها الصبر في مثل هذه الحال، يستحب لها الصبر، إلا إذا قصد الزوج الإضرار بها عمدا وظهر ذلك، فإن هذا مما نهى الشارع عنه. الحالة الثالثة أن يكون الزوج فقيرا ولكنه يسد حاجة الزوجة بما لا يوصله إلى الغنى، فلا تجوع ولا تعرى، إلا أنه لا يعطيها زيادة عن ذلك وهو فقير لكنه لا يصل إلى الغنى، فهل لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه؟ إذا قلنا إنه يستحب لها أن تصبر في الحالة الأولى فيتأكد ذلك في الحالة الثانية في الحالة الثالثة، ويستثنى من ذلك حالة وهي إذا كانت الزوجة من أسرة غنية وزوجها أخذها على هذه الحال، فإنه يجب عليها أن ينفق عليها إسوة بنسائها ولو كان الزوج في ذلك فقيرا. ولهذا نقول النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته بالمعروف الذي هي عليه لا بالمعروف الذي هو عليه. فإذا تزوج الفقير امرأة غنية فإنه ينفق عليها بالمعروف عند أهلها وإذا تزوج كذلك أيضا الغني امرأة فقيرة فإنه لا يجب عليه الزيادة عليها إسوة بالمعروف عنده إلا أن الزيادة على ذلك إكراما كرامة ومروءة. ولهذا نقول إن المعروف في حق النفقة على الزوجة هو بالنظر إلى أهلها ونساء قومها، وهم الحكم في ذلك. ويستثنى من هذا الزوجة إذا تزوجت رجلا فقيرا وهي غنية ثم أسقطت حقها برضاها ابتداء ثم أرادت بعد ذلك أن يقسم لها من النفقة بإسوة أهلها، فهل لها ذلك أم لا؟ نقول لها ذلك لماذا؟ لأن مثل هذه الأحوال مجلبة للفتنة أن تفتن المرأة في دينها، وربما المرأة تسامحت قبل زواجها ثم رأت بعد ذلك حالا تختلف عن حاله، فكان في ذلك ضرر عليها في نفسها وضرر عليها أيضا في دينها، أن تتشوف ربما إلى غير زوجها والشريعة جاءت بإغلاق هذه الأبواب. فنقول لها ذلك ولا حرج عليها.